مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال حبوب أومست. إن شاء الله وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أدعوك للإشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، ورجاء ادعمني بالضغط على زر اللايك فهي تعني لي الكثير. حسنا، بالنسبة للمادة الفعالة في حبوب أومست، المادة الفعالة لهذا الدواء أو الاسم العلمي هو السيتريزين، ويعد من بين أفضل الأدوية التي تنتمي لأدوية الجيل الثاني من مضادات الهستامين، تلك المضادات التي لها أثرها الفعال على مستقبلات H1، حيث تساعد على الحد من توسيع الأوعية المرتبطة بالهستامين، الأمر الذي يؤدي لتقليل الإحساس بالحساسية والحكة. بالنسبة لدواعي استخدامه، يتم وصف هذا الدواء أومست للمرضى الذين يعانون من الحساسية الموسمية للأنف أو من الحساسية الأنف الدائمة للأطفال فوق العمر 3 سنوات والكبار لمرضى التهاب الملتحمة العين، كما يتم وصفه للكبار من أجل علاج حساسية الجلد والحكة. بالنسبة لبعض موانع استخدام هذا الدواء، فهو على المرضى الذين يشكون من فرط حساسية من مادة السيتريزين أو من أي مكون من مكونات الدواء، يمنع تناوله للمرأة التي تقوم بإرضاع أطفالها رضاعة طبيعية. بالنسبة لتداخل هذا الدواء مع أي من الأدوية الأخرى، لابد من استشارة الطبيب المختص قبل أن يتناول المريض أي من الأدوية التالية، أو لأنه قد يقع أي تخالط مع هذه الأدوية، لذلك سوف يؤثر على استخدام دواء أومست، لذلك يجب عليك أن تراجع الطبيب لكي يعطيك جميع المعلومات. بالنسبة للأثار الجانبية لهذا الدواء، هناك بعض الأثار الجانبية الشائعة حين استخدام دواء أومست، وهي الدوخة، الشعور بالنعاس، جفاف الفم، تشوش الرؤية وعدم وضوحها، والشعور بالأرق، وهناك بعض الحالات النادرة التي قد تشكو من تفاعلات التحسسية. بالنسبة لبعض التحذيرات، على المريض الذي يتناول هذا الدواء أن يبتعد عن تناول المشروبات الكحولية، يجب الابتعاد عن القيادة، وذلك لأن الدواء يتسبب في إحداث حالة من عدم وضوح الرؤية والرغبة في النعاس، لابد من إبلاغ الطبيب المختص في حال تناول المرأة الحامل هذا الدواء أو المرأة التي تخطط للحمل، لابد من الابتعاد عن تناول الأدوية المؤثرة في الألم كمضادات الهستامين أو من الأدوية المثبتة للمزاج أو أدوية المهدئات والمسكنات. في حال تناول جرعة كبيرة زائدة من هذا الدواء، فإنه لابد من غسل المعدة بأسرع وقت، بالإضافة لاتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لتجنب مخاطره، كما لابد أيضا من القيام بعمل مراقبة لجميع وظائف الجسم الحيوية بشكل منتظم. أعزائي المشاهدين، كان هذا هو بالنسبة للمعلومات المرتبطة بدواء أومست. نحب أن ننوه أن المعلومات المرتبطة بالأدوية والخطط والوصفات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص، لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك. حياكم الله.